فهو ده الانترشينج بعد ما رسمته، زي ما قلنا ان هو هيبقى تو سيمي دايركت، تو سيمي دايركت اللي هم هم اللي هو انا بطلع من الطريق ده وبلف كده وبدخل في الطريق اللي انا متقاطع معاه. عشان افهمكم، ده اللي هو الطريق الاولاني، وده الطريق التاني اللي هو في الانترشينج، وطبعا اخر الطريق ده اللي هو الايربورت. فانا الطريق الجديد هيبقى فوق الطريق القديم، يعني الطريق القديم هيبقى تحت والطريق الجديد هيبقى فوق. يبقى انا مثلا السيمي دايركت دي هتطلع من الطريق الجديد وهتدخل في الطريق القديم، يعني هتبتدي من فوق وهتنزل لتحت. واللوب دي هتبتدي من الطريق القديم، يعني هتطلع من تحت لفوق. وطبعا دي رامب معمولة عشان الاتجاه اليمين. طبعا اهم حاجة من الحاجات دي ان انا احط الاسهم، اسهم الحركات، عشان ما اتلخبطش. يعني انا الطريق ده رايح من كده لكده اهو، ده الاتجاه بتاعه، وده الطريق عكس الاتجاه، ودي العربية خارجة من اللوب، وده عربية داخل الرامب عشان تتجه يمين، وهكذا. فاحنا برضو لازم نحط اتجاهات الحركة. وطبعا انا يعني موضوع الانترشينج ككل بيعتمد على كذا امر في الاوتوكاد. اول حاجة امر الاوفست، اوفست ان انا مثلا سنتر لاين بشفته بالابعاد اللي عندي عشان اعمل الحاره، اعمل الجزيره، وهكذا. وبعمل امر التريم عشان مثلا انا زي ما قلنا الطريق ده الطريق القديم اللي انا متقاطع معاه هيبقى تحت، وده الطريق الجديد اللي هيبقى فوق. فانا عشان ابين الطريق ده فوق والطريق ده تحت بعمل تريم، بقطع عند التقاطع التقاطع الطريق القديم مع الجديد، بقطع التقاطعات الخاصة بالطريق القديم، مش بقطع في طريق جديد. فيعني اللي اتعمل بسيط جدا، عبارة عن أمر أوفست وأمر تريم. وطبعا عشان أعمل الدوائر دي عملت أمر دايرة، وعملت أمر الدايرة مثلا، يعني الدايرة دي عاوز أعملها، اللوبة دي عاوز أعملها، بعملها تانجنت لده وتانجنت ده، وبحط الراديوس بتاعها، وهكذا. بالنسبة لده عملتها تانجنت لده وعملتها تانجنت لده. من دلوقتي هنعمل تحليل للانترشينج. تحليل الانترشينج عاوزين نعرف الحركات اللي عندنا. طبعا اي حركة في اي انترشينج بيبقى في العربية يا إما بتمشي طوال، يا إما العربية بتمشي طوال، يا إما العربية بتمشي يمين، يا إما العربية بتمشي شمال. فاحنا أي اتجاه من الاتجاهات الأربعة دي هنشوف العربية هتتحرك ازاي. ماشي، يعني أنا في عربية هتمشي هنا من البداية هنا، لو عاوزة تتجه يمين هتروح كده. يعني دي العربية اللي عاوزة تروح من ايه مثلا، ده بي سي دي، عربية عاوزة تروح من ايه لبي هتعمل كده. هتستخدم الرامب ده، هتلف وبعد كده هتروح ليبي. طيب ايه عشان يروح لسي هيمشي طوالي ما فيهاش مشكلة. طيب من ايه عاوز يروح لدي،
هيستخدم السيمي دايركت اللي احنا رسمنا. لو في عربية عاوزة تروح من ايه، من ال دي، هتمشي الطريق وبعد كده هتروح الرامب، بدل ما تروح يمين هتروح شمال، وبعد كده تروح لدي. يبقى المسار اهو ايه، هتمشي كده اللي هو اللون الازرق ده وهتروح كده، وزي ما قلنا المسار الاحمر اللي هو اليمين هتعمل كده. هتلف وبعد كده هتروح لبي كده، هتلف في يمين. فاحنا كده عندنا الرامب ده هيبقى فيه حركتين، حركة من A ل B وحركة من A ل D. عشان كده الرامب مش هنعمله حارة واحدة زي ما طالب في المشروع، هنعمله حارتين زي ما انتوا شايفين اهو. اهي لا يعني مثلا العربيات اللي هتيجي من الطريق دي، في عربية هتروح يمين وعربية هتروح شمال، يبقى انا عندي عربيات هتروح يمين وعربية هتروح شمال، هيمشوا عم في الرامب، جزء هيروح يمين ويمشي كده، وجزء هيروح شمال ويمشي كده، جزء هيروح يمين وهيروح يمين كده، وجزء هيروح شمال وهيلف كده. فاحنا في السيمي دايركت ما هنبتديها بحارتين، وبعد كده الحارتين هينفصلوا، حارة هتروح يمين وحارة هتروح شمال. فدي نقطة مهمة كنت عاوز اشرحها في السيمي دايركت. طبعا ممكن على فكرة اعمل حركة، افصل الحركة اليمين اعملها كده وافصل الحركة الشمال. يعني انا كنت ممكن مثلا اعمل كده، يعني اهي دي الحركة الشمال خلاص، ممكن كنت انا اعمل نفس القصة وافصل الحركة اليمين عن الحركة الشمال، بس عشان توفير انترشينج، عشان انترشينج يبقى مستغل مساحة صغيرة، فاحنا دمجناهم في رامب واحد. يعني كان عندي اوبشن ان انا اعمل دي، بس عشان التقاطع يستغل مساحة قليلة دمجناهم مع بعض زي كده، ان العربيتين اللي رايحين يمين ورايحين شمال يندمجوا مع بعض، وفي جزء هيروح يمين وجزء هيروح شمال بالشكل ده. يبقى احنا في السيمي دايركت هنعمل حارتين، وهنفصل الحارتين قبل ما ادخل على الطريق القديم، واحدة هتروح يمين وواحدة هتروح شمال. فدي نقطة مهمة جدا. طب نكمل مع بعض. احنا كده شفنا الرامب اللي هو رايت تيرن، وشفنا السيمي دايركت. طيب انا واحد مثلا عاوز يروح من دي لسي، واحد عاوز يروح من دي وعاوز يلف شمال يروح لسي، فالواحد هيروح من دي يروح لسي، هيمشي كده وبعد كده هيلف ويروح لسي. يبقى كده اللي عاوز يروح من دي لسي هيمشي ويلف الدورانة دي ويروح لسي، واللي عاوز يروح من دي لإيه اهو هيمسك الدورانة دي ويلف يمين. الدورانة دي على فكرة ممكن نعملها كده، يعني الدورانة دي مش لازم نعملها بالمنظر ده، يعني ممكن نعمل دوران اليمين كده مرة واحدة، بس احنا عملناها بالمنظر ده عشان الشكل الجمالي للتقاطع. يعني احنا لو عملناها كده مش هيبقى شكلها حلو، وبرضه توفيرا للوقت، يعني مجرد ان انا لو عملت واحدة اعمل ميرور تيجي الناحية التانية، واعمل الاتنين دول ميرور يبقوا الناحية التانية، فأنا
عملتها كده عشان توفيرا، بس برضو ممكن اعملها بالمنظر ده وان شوت من دي الايه، اعملها كيرف واحد. وهكذا بالنسبة للباقي.